بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسماء الإيمان والدين، هذا في باب الأسماء والدين، وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد. ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ أمؤمن أم كافر؟ وأهل السنة وصف فيه بين طائفتين الحريرية والمعتزلة من وجه، والمرجعة الجهمية من وجه. فالحريرية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان، لكن الحريرية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. وأما المرجئات الجهمية فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق. ونقول له أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت وهو في الإيمان واحد. فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم. وأما المعتزلة فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا نتجاسر أن نقول إنه كافر، وليس لنا أن نقول إنه مؤمن. وهو يفعل الكبيرة يزني ويسرق ويشرب الخمر. وقالوا نحن أسأل الناس بالحق، كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، كقوله تعالى فما لا باب الحق إلا الضلال. وفي الحديث القرآن هجة لك وعليك، فأين المنزلة بين منزلتين؟ هم يقولون في منزلة بين منزلتين وفي باب الوعيد، ينفذون عليه الوعيد فيوافقون الكوارث في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. أما في الدنيا فقالوا تجري عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو إنهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله، كيف نصلي عليه ونقول اللهم غفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقول في أحكام الدنيا إنه يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطيه أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر. إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفن ولا نغسل ولا يدفن مع المسلمين ولا ندفنه مع الكفار. إذن نبحت له عن مقبرة بين مقبرتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التكبير التكبير. دام كنا طالبا تقبا عائشة خالد والنبات من كراتوم تاكيان عند قصكك يسوك توبا سورا بيان زامجل قريتا الله يكاوتا دعاك عائشة خالد. بسم الله.